ليبيا تتقدم نحو مسار ديمقراطي هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد لانتخاب رئيسها المقبل، في خطوة يأمل الجميع من ورائها إنهاء حالة الفوضى والانقسام التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. مفوضيات الانتخابات الليبية فتحت أبوابها لاستقبال أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يعول عليها الليبيون كثيرا، ومن المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات لائحة طويلة من المرشحين، خاصة انتخابات الرئاسة المقررة يوم 24 من ديسمبر المقبل. أبرز الأسماء التي يتوقع البعض أن تترشح لم تعلن ذلك رسميا حتى اللحظة، من بينها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، إضافة إلى معلومات ترجح إمكانية تقدم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بالترشح للمنصب الرئاسي، كما نقلت معلومات عن رئيس الحكومة إدبيبة نيته الترشح وتقديم أوراقه رسميا. وسائل إعلام ليبية محلية وأيضا وسائل إعلام أجنبية كانت رجحت قيام نجل القذافي سيف الإسلام بالترشح أيضا لمنصب الرئاسة، في حين أن بعض الشخصيات السياسية الليبية أعلنت بالفعل نيتها الترشح، على غرار مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي، إضافة إلى رئيس تكتل إحياء ليبيا السفير السابق في الإمارات عارف النايد، وأيضا كل من عضو البرلمان عبد السلام نصية ورئيس حزب التجديد سليمان البيودي نيتهما الترشح للانتخابات الرئاسية. وينضم إلينا في هذا النقاش من طرابلس السيد السنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية، مرحبا بك سيدي. ومن بنغازي أيضا دكتور جبريل العبيدي الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بكما إلى هذا الحوار. ربما يكون هناك سؤال مطروح، رغم فتح باب الترشح كانت هناك مخاوف من إقامة هذه الانتخابات بالفعل، هل هذه المخاوف ما زالت قائمة حتى مع فتح أبواب بالترشح للانتخابات؟ دكتور جبريل، مساء الخير لك ولضيفك الأخ محمد إسماعيل وللسادة المشاهدين. نعم، المفوضية أعلنت البدء في قبول طلبات الترشح للرئاسية والبرلمانية. أما بخصوص المخاوف، نعم ستبقى المخاوف بالتأكيد، كل من يكره أن تستقر ليبيا سيكون معول شر أو محراك شر ضد الانتخابات. نحن نسمع بعض الأصوات وبعض القيادات للأسف تهدد، في هناك من هدد حتى جاهر بالتهديد العلني، وعلى رأسهم رئيس مجلس ما يسمى بالمجلس الدولة خالد المشري يعني، وغيره الكثير. يعني هؤلاء الذين يجاهرون برفض نتائج الانتخابات حتى قبل أن تنطلق يعني، فبالتالي هؤلاء يعتبروا معرقلين، والمخاوف تزداد، خاصة أن بعضهم هدد بأن سيكون هناك جثث تقف أمام انطلاق هذه الانتخابات أو هذه النتائج. فبالتالي المخاوف باقية، طالما هناك انتشار للسلاح، طالما هناك مرتزقة، طالما هناك قوات أجنبية، كل هذه عوامل تشكل خطر على الانتخابات طالما هي باقية. نعم. ولكن الانطلاقة نحن نتفائل خيرا، أن الانطلاقة بدأت، أن التنافس الانتخابي هو الأفضل للليبيين، هو الخيار الأفضل يعني، في اعتقادي واعتقاد الكثير من الليبيين، من أن يتنافس الليبيون ويتصارعون ضمن انتخابات ونتيجة الصندوق أفضل من أن يتصارعون بالسلاح وصناديق الذخيرة يعني.
نعم، وفي الحقيقة أن هناك حلم يسيطر على الشارع في ليبيا، وهو وجود رئيس لهذه البلاد. هذا لمسته حينما نزلت إلى طرابلس في تغطية مؤتمر استقرار ليبيا. سيد إسماعيل، هناك كما يقول دكتور جبريل مخاوف من أن يعرقل تيار الإخوان المسلمين هذه الانتخابات، خاصة مع استخدامه للغة الترهيب والترعيب أو الرعب التي تحدث عنها دكتور جبريل منذ قليل. تحية لكم طيبة ولكل السادة المشاهدين. سيدتي، هو بالنسبة للمعرقلين في طرابلس، أعتقد لا نستطيع أن نسميهم معرقلين إلى حد الآن، هم معترضين على القوانين. عرقلة الانتخابات هذا شيء آخر، يعني نتحدث هنا عن عرقلة عمل مفوضية أو مثلا محاولة تخريب العملية الانتخابية أو ما شابه، هذه يمكن أن نسميها عرقلة. الآن ممكن أن نسميهم معترضين، قد يرقى بهم الحال ويصلوا إلى معرقلين، ولكن إلى حد الآن لا نستطيع أن نسميهم معرقلين. على كل حال، الانتخابات يعني هي لن تكون بكل تأكيد يعني في ظروف مثالية، نتيجة يعني الصراعات التي سبقتها ونتيجة تدخل المجتمع الدولي لكي يوقف الحرب الطاحنة في ليبيا، ولكي يحاول الآن الليبيون أن يستعيدوا سيادة دولتهم عبر صندوق الانتخابات وعبر الذهاب إلى خيار سلمي، يعني هذه لكي يتحقق الاستقرار والمنشود وتتحقق ربما حد أدنى من وحدة المؤسسات ومن كذلك السيطرة على لنقل القوة والسلاح يكون في يد الدولة. هذه كلها يعني ستكون نتيجة للانتخابات. صحيح، أنت تتحدث معي عن نتائج، ولكن دكتور الكثير. جبريل يتخوف من التصريحات التي صدرت عن هذا التيار وعن أبرز رموزه وهو المشري، الذي تحدث عن تهديدات رآها البعض أنها تمس سيادة هذه الدولة فيما يتعلق بليبيا، فيما يتعلق بحرية المواطنين للذهاب، في حرية الاختيار، في القبول بهذه النتائج. هذه الأمور كلها قوام للعملية السياسية الانتخابية، ودكتور جبريل خائف من استخدام هذه اللغة. لا، هو شوف، المشري ليس له قوة يحركها أو ما شابه، هو عبارة عن صاحب منصب آفل قابل يعني بعد فترة وجيزة، شهر ربما أو أقل، يعني أقصد بعد الانتخابات بشهر على الأقل، يعني سيفقد منصبه، ولذلك هو يتخوف من الانتخابات. مثله مثل أي صاحب منصب يعني في الدولة، يعني هذا أراه أمرا طبيعيا. لكن عرقلة الانتخابات هذا شيء آخر، هذا فيه تحدي لجانبين، أولا للإرادة الشعبية الليبية، وثانيا للإرادة الدولية. لا تنسي قرارات مجلس الأمن، لا تنسي أن هناك خارطة الطريق بين الليبيين توافقوا عليها واتفقوا عليها، وأن موعدها النهاية هو 24 ديسمبر. وأعتقد بأن هذه مسألة ليست هزلية وليست يعني مسألة سهلة لكي يأتي المشري أو غيره أن يحاول أن يتلاعب بهذه النقطة. هل تقصد هذا أطرحه على دكتور جبريل؟ عن مخاوف كما تحدث. نعم، ولكن ما تقوله الآن يمكن أن نرد به على دكتور جبريل. هل سمعت إلى سيد إسماعيل؟ هو يقول أن هناك فارق ما بين المخاوف وما بين عرقلة العملية الانتخابية، وأن التحدي إذا ما أقدم طرف على عرقلة هذه الانتخابات. دعيني أختلف مع الأخ إسماعيل. يعني عندما يقول المشري، أولا المشري رجل انتخب مرتين داخل مجلس الدولة، إذا كان لا يمثل أي تيار وليس له قوة وليس له حضور، إذا كيف ينتخب مرتين ويسقط غيره؟ يعني إذا أيضا المشري لو تحدثنا فيما قاله حرفيا، عندما يقول خالد المشري بأن هناك آلاف الجثث، هل تعني كلمة آلاف الجثث؟ هل تعني اعتراض؟ يعني لا أفهم هذا التصريح. قال فيه جثث، لا أنا لا أتبلى على الرجل، الفيديو موجود، التصريح واضح وصريح، هو تحدث عن آلاف جثث ستكون أمام هذه الانتخابات إذا نجح فلان أو علان. إذن هو تحدث عن عرقلة، هذه تسمى عرقلة بل مجاهرة بالتخويف. يعني دعني أكمل الفكرة أخ إسماعيل. يعني الرجل ليس معترض فقط، أنا لم أتحدث مثلا على عبد الرحمن السويحلي الذي اعترض ومن حقه الاعتراض، ولكن تحدثت عن ألفاظ تعتبر في يجرمها القانون، لأن
ألفاظ تخويف. عندما نستخدم جثث، كلمة الجثث وأننا سنقدم الجثث، هذا لفظ لا يعني الاعتراض بل يعني العرقلة والتهديد. ففي اعتقادي ما أقدم عليه المشري صوتا وصورة وليس كلام فيسبوك هو نوع من التهديد والترهيب والتخويف، يرقى إلى مر إلى درجة الترهيب، يعني إرهاب. نعم. واضحة الفكرة. الناخبين يعني. نعم. وهدد أيضا باستخدام بعض المدن لغلق مدنها أمام الانتخابات. إذن نحن أمام شخص يهدد لا يعترض فقط. نعم دكتور جبريل وضح فكرته. الرد سيد إسماعيل. يعني قاعد مصر على أن المشري يعبر عن نفسه، هو لم يستطع حتى أن يجمع مجلس الدولة لكي يصوت على القوانين التي أقرها مجلس النواب، لم يفعل ذلك، هو يتحدث عن رأيه ويصدر. وهذه يعني أنت تقول لي لماذا انتخب مرتين؟ انتخب مرتين مثله مثل كل من يتمسك بمنصب. حينما يكون لديك منصب وتكون لديك ميزانية سنوية، ميزانية مجلس الدولة لعلمك حوالي 120 مليون دينار سنويا، يعني أنت تتكلم عن أن من يتمسك بهذا المنصب يستطيع بسهولة أن يشتري الولاءات بطريقة أو بأخرى ويسير المؤسسة لصالحه. ولهذا نريد أن نذهب للانتخابات. كل أجسام. ولكن هذه التصريحات مجلس النواب، هل مجلس تعتقد أنها تعبر عن المشي حتى حكومة الوحدة الوطنية الآن؟ حتى حكومة الوحدة الوطنية التي انتخبناها لمدة سنة تريد أن تستمر. هذه مشكلة كبيرة في ليبيا. اسمح لي. لذلك الحل هو صندوق الانتخابات. طيب اسمح لي، أنت تقول أن المشري يمثل نفسه في هذه التصريحات ولا يمثل طيار الإخوان المسلمين في ليبيا؟ ما فيش حاجة اسمها تيار إخوان مسلمين، هذه أنسيها الموضوع هذا. ما فيش، رأوا الأيديولوجيات في ليبيا انصدمت بالمجتمع الليبي وانتهت واندثرت. لا يوجد تيار إسلامي في ليبيا يؤثر في الشعب الليبي، هذه أنسيها المسألة هذه أرجوك. يعني مسألة أنك أنت تتكلم ربما عن بعض الشخصيات أو ربما بعض الملتفين على دار الإفتاء أو غيرها يتكلمون يعني بلغة ربما يعني تؤثر على السياسة بفتاوى أو ما شابه، لا كذلك. ولكن أنك تحكي لي على تيار إخوان المسلمين وكأنك تتكلم عن مصر أو تونس أو غيرها، لا، هذا غير موجود في ليبيا. طيب لا يوجد هنا. استمع إلى دكتور جبريل، هل تتفق مع ما يطرح مع الانتخابات أو ناس ضد الانتخابات؟ نعم سيد سنوسي، هل تقتنع بما يقوله دكتور جبريل، تقتنع بما يقوله سيد سنوسي من أن ليس هناك تيار للإخوان المسلمين في ليبيا؟ انتهوا خلاص ما عاش فيه. لا أنا قد أشرح الجملة بشكل آخر. لا حضور مجتمعي لتيار الإخوان المسلمين أو غيره من التيارات في المجتمع الليبي، إنما هم فئة حاولوا السيطرة والخداع على باقي الأطراف واستخدام الدين يعني. لكن بكون أن تيار الإخوان المسلمين موجود في ليبيا موجود، ولكن ليس بالحجم الذي يستطيع معه أن يشكل رقم انتخابي. والدليل أن أغلب المحتجين على الانتخابات هم قيادات التيار الإخواني لإيمانهم ومعرفتهم المسبقة بأنهم سيخسرون الانتخابات كما خسروها في 2014 وتمترسوا خلف السلاح. فبالتالي هم يعرفون تماما بأن هذه الانتخابات هي نهاية واقعية لهم، لأن المجتمع الليبي غير مؤدج. طيب. أساسا لنذهب بعيدا في هذا الحوار، لأن الوقت الشعب الليبي من الصعب الوقت ضيق. حاول زمان القذافي. نعم اسمح لي. البورصة الحالية للانتخابات، الأسماء البارزة واللامعة في هذا السباق لم تعلن رسميا بعد ترشحها، هناك أسماء تدور في الأفق ولكن دون إعلان رسمي. سيد سنوسي، من سينافس من في هذه الانتخابات؟ من إيش؟ ما لم من سينافس من؟ المنافسة بين من ومن؟ تمام يعني ما أعرف إن كنت تريدين أن يعني نتحدث عن أسماء، لكن هي على كل حال صدقيني أنه لا يوجد يعني تيارات يعني بمعنى تيارات متنافسة بشكل حدي، لا يوجد هذا في ليبيا الآن. أصبحت الآن هناك تحالفات بين قوة في الشرق وقوة في الغرب وقوة في الجنوب. وأنا أتحدث معك بصراحة عن هذه يعني التحالفات وأرجو أن تذكرها تيار هنا وتيار هناك. كأسماء، قل لي كأسماء، هناك تحالفات وهناك حديث عن معسكرات تتم وهناك تفاهمات بالأسماء، يمكن أن أشرحها للجمهور. نعم يعني مثلا تحالف السيد فتحي بشاغة مع عقيلة صالح، يعني من الذي لا يعرف هذا التحالف؟
هذا موجود. وأيضا السيد مع خيلة صالحة مع حفتر يعني بعث برسائل مطمئنة إلى الشرق، يعني فتحي بشاغة استطاع أن يقيم تحالفات هناك. الحديث يتقطع. فتحي بشاغة مع عقيلة صالحة مع حفتر ولا مع هذا وهذا؟ أنا لا أفهم. أعتقد مع السيد عقيلة صالح. لكن على كل حال هي هذه المسألة التحالفات اللي ذكرتها ليك ستتبين حينما يتم خوض الجولة الأولى الرئاسية، والتي غالبا لن تحسم يعني منذ البداية ب50% زائد واحد. هذه مسألة صعبة على كل شخص لوحده، ولكن حينما تتبين الأوزان ويتبين الأول والثاني ستظهر لك ولنا جميعا التحالفات بشكل واضح، لأن القانون الذي أساغه مجلس النواب يلزم الرئيس المنتخب بأن يختار نائبا له ورئيس وزراء من الإقليمين الآخرين. ولذلك أعتقد، أنا متفائل هنا، أننا سنحصل على سلطة تنفيذية يعني نسميها لك متوازنة ومقنعة للشارع الليبي. نعم. وهي ليست ذات طبيعة جهوية بحيث نقول أن هناك إقليم تغول على إقليم أو ما شابه. طيب دكتور جبريل، ما يمكن أن نسميه تقاسما للسلطة. تقاسما. دكتور جبريل، تتوقع من سينافس من في هذه الانتخابات من الشخصيات السياسية الموجودة على الساحة؟ هناك أسماء مطروحة، هناك رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، هناك قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، هناك حديث عن عقيلة صالح أيضا رئيس مجلس النواب، وهناك حديث أيضا في الداخل وفي الخارج وخاصة في الأوساط الغربية عن سيف الإسلام القذافي. من سينافس من؟ في اعتقادي بأن سيف الإسلام لا أعتقد أنه سيترشح لعدة معضلات كثيرة، على رأسها الرجل لم يظهر إعلاميا حتى الآن باستثناء صحيفة نيويورك تايمز، وهذا الأمر له وعليه للتصديق. بخصوص دبيبة أيضا لا أعتقد أنه يتمكن، لأن هناك شرط المادة 12 تعيق ترشحه لأنه لم يتوقف عن ممارسة السلطة قبل الترشح بثلاثة أشهر. في اعتقادي هذه المادة رغم محاولة الالتفاف عليها من رسائل ظهرت هذا اليوم، في اعتقادي لن يتمكن. أيضا ستكون المنافسة في اعتقادي ما بين قائد الجيش الليبي وبعض القيادات من الغرب مثل فتحي بشأغة وأحمد معيتيق، هؤلاء أكثر الأسماء ما ترشحا على السطح، ما لم تكون هناك مفاجآت وتظهر أسماء جديدة تستطيع أن تجذب الشارع الليبي نحوها. مثل من؟ هذه المفاجآت في اعتقادي لن تكون حاسمة نظرا لتفتت الأصوات. مثل من؟ 45 مترشح. قل لي المفاجآت التي يمكن أن تكون متوقعة. لا لا لا، لا أحد يستطيع التكهن، ولكن الأسماء المعروضة كما ذكرت لك هي أسماء كبيرة كثيرة موجودة لدى الطرفين، يعني عديد. من الممكن أن تفوز وتتمكن من حصول جمع أصوات شرقا وغربا. نعم، ولكن الباقي الأسماء هي أسماء في اعتقادي كرتونية، يعني مثل الذين تقدموا اليوم أو غيرهم، فهؤلاء لن يتمكنوا من جمع أصوات تذكر. ولكن في اعتقادي كما قلت لك إن هناك من هم لهم حضور شرقا وغربا مثل قائد الجيش وفتحي. طيب سيد سانوسي، هل تتفق مع دكتور جبريل؟ هذا سؤال الأخير لأن الوقت انتهى في إجابة قصيرة للغاية. هل سيكون حفتر هو الحصان الرابح في هذه المعادلة، خاصة وأنت تتحدث من طرابلس وطرح هذا الاسم بهذه الصورة؟ عملية ليست سهلة. أنا أؤكد لك مبدئيا أؤكد لك إن شاء الله أن هذه الانتخابات ستكون مرضية لجميع الأطراف نتيجة قلت لك القانون أنه هو يؤكد على ضرورة أن يكون هناك أن الرئيس يختار نائبا له ورئيس وزراء من الإقليمين الآخرين. نعم. هذه مهمة جدا النقطة هذه، وهي ربما ستؤدي إلى سلطة منتخبة أو أقصى سلطة تنفيذية متوازنة. لم تجيب على سؤالي بشكل مباشر، ولكن قد الحديث عن ليبيا سيستمر. أعتذر، انتهى الوقت. سيد سنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية، ومن بنغازي دكتور جبريل العبيدي الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لكم، وصلنا لختام بانوراما، إلى اللقاء.